أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. هذا معنا وأخيرا رجع الرواج التجاري والحركة بطبيعة الحال في المارشي الحي، يعني سوق شعبي في المدينة القديمة. هذا من أشهر الأسواق الشعبية الموجودة في المدينة القديمة. كما تلاحظوا معنا الرواج بدأ وأخيرا في المارشيات بعد ما الإغلاق ديالو دام مدة أسبوع في عطلة العيد الأضحى المبارك. وكتشوفوا اليوم كان الخضره موجوده الحمد لله، الخضاره اليوم فتحوا جابوا معهم الجديد قال الخضره تقريبا كيف ما كتلاحظوا معنا. ولو بعد الخضره اللي مازال سادين، ولكن مع ذلك يعني بالعموم يعني بدا الرواج. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام الرواج رجع المدينة القديمة حاليا بطبيعة الحال السوق الشعبي الموجود هنايا المدينة القديمة. بطبيعة الحال الخضرة تقريبا كاينة في السوق الحمد لله، كل شيء موجود. مشاهدينا الكرام هذه الأجواء هنايا بالمرسي الشعبي المدينة القديمة. الرواج بدا مرة أخرى من بعد ما كان مسدود، الأسواق كاملين كانوا مسدودين مدة أسبوع في هذه العطلة ديال العيد المبارك. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البث المباشر، على أمل نلتقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.